ومرحبا بكم معايا في قناة طعام لذيذ. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. اليوم غنشارك معكم صابلي راقي في شكل لذيذ في المذاق كيذوب في الفم، ونتمنى أنكم ما تنسونيش من الاشتراكات واللايك، ونبداو المكونات على بركة الله. عندي نصف كأس ديال الزيت، نصف كأس ديال السكر بودرة أو سكر كلاسي، عندي بيضة كاملة، عندي ساشي ديال الفاني، نتوما ديروا أي نكهة بغيتم، عندي 100 غرام ديال الزبده، اختاروا اي نوعيه ديال الزبده عندكم، عندي 250 غرام ديال الدقيق. غناخدو اناء ونوضعو فيه جميع المكونات باستثناء الدقيق، ونضيفو رشه الملح. نحاول نمزج العناصر جيدا حتى تذوب الزبدة وتولي لنا على شكل كريمي. من بعد ما ولات الزبدة على هذا الشكل هذا، غنبداو نضيفو الدقيق تدريجيا حتى يتجمع الخليط ديالنا. من بعد ما تجمع الخليط كيكون على هذا الشكل هذا رطب، غادي نديرو وسط ورق الزبدة او ورق الطبخ ونسرحوه. غنحاولو نبسطو في واحد السمك اللي يكون رقيق، لاننا غنوضعو وحده فوق وحده. من بعد ما بسطنا العجين غنشكلو على حسب الاشكال اللي بغينا حنا. من بعد ما نشكلو العجين نوضعو في صفيحة الفرن او اللاطة، وكنا دابا سخنا الفرن على درجة الحرارة عالية، ندخلو الصابلي ننزلو درجة الحرارة لأن الصابلي ما يحتملش الحرارة بزاف. فهاد الكمية ديال المكونات كتعطينا 40 حبة. من بعد ما وجدت الحلوه ديالنا، انا هنا غنزينها بالمربى والنبا، جدرت ليه الملون اصفر وكاوكاو وحمرته وطحنته. والتزيين كيبقى اختياري على حسب الذوق. فهاد الشكل اللي درت ليه الناباج فيه النكهة ديال الحامض، غنزينو بقشور الفواكه معسلين من الفوق. اما بالنسبة للشكل الثالث فغنوضع ليه المربى من الداخل، نوضع الاخرى فوقها، ونعاود نزينو بالمربى ونديرو في كوكب ونخليه حتى ينشف عاد باش نديرو في الشكلاط.
من بعد ما نشف الصابلي ديالنا، انا هنايا دوبت الشكلاط على حمام مائي وضفت ليه ملعقه من الزيت، وغنحاول نطلع الشكلاط من فوق الصابلي، ندير فوق شبكه تسقطر، ودائما الحاجه اللي فيها الشكلاط نحاول نخبط الشبكه واحد الخبطه خفيفه باش يتسقطر لنا الشكلاط زين. انا درت شوكولاته في الابيض والاسود. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا، ونتمنى انه ينال اعجابكم، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وما تنسونيش من الدعم والاشتراك واللايك.